السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات المنهج الجديد. درسنا لهذا اليوم هو موقع العراق الجغرافي والفلكي. قبل لا نبدأ بالدرس لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من دروسنا وشروحاتنا لهذه السنة. عندنا أول شيء موقع العراق والجغرافي والفلكي، أنت ايش راح تحفظ منه؟ تحفظ أول شيء يقع وطننا العراق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، هذا احتمال يجيك صح وخطأ أو فراغ. زين، بعد الشيء الثاني اللي نحفظه موقعه بالنسبة لقارات العالم يقع القسم الجنوبي الغربي، يقع في القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا، هذا أيضا تحفظه وتحفظ وفي القسم الشمالي الشرقي من العالم العربي. زين، هذا موقع العراق، هذا اللي تحفظه من هذا الموضوع. الشيء الآخر اللي تحفظه يقع بين دائرتي عرض 29 و37 شمالا، هاي أيضا تحفظها، هاي هي دائرة العرض. أما خط الطول فيقع بين 38 و48 شرقا. زين، وبهذا السبب، هذا من الأسباب أو التعليل اللي يكون امتداده من الشرق إلى الغرب يساوي تقريبا امتداده من الشمال إلى الجنوب. السبب شنو السبب ذلك؟ لأن العراق يقع بين خطي عرض 29 و37 شمالا وخطي طول 38 إلى 48 شرقا. هذا احتمال يجيك تعليل. نجي على المعلومات الثانية، هاي مواقع إثرائية يعني مو فد شيء مهم بس للاطلاع. نجي على حدود العراق، احنا كنا نعرف ان العراق يحد من الشمال تركيا ومن الشرق ايران، وايضا تفصل حدود طبيعية هي جبال طوروس وجبال زاكروس، ومن الجنوب تحد الكويت، ومن الغرب سوريا والاردن والسعودية. هذا بالنسبة للموقع العراق. هاي الاطوال الحدود البريه يعني مو داعي انه تحفظها، يعني ما يجيب لكم اياها. هاي الحدود طول اطوال الحدود البريه بين العراق وايران وبين العراق والسعوديه ما يجيبها. نجي هنا على الشيء الاخر، مساحه العراق وشكله. اول شيء مساحه العراق، تقدر مساحه العراق حوالي 435.052 كيلومتر مربع، 435 يعني 1052 كيلومتر مربع، وقد انعكست مساحته. بهذا السبب ان مساحته الواسعه انعكست عليه من على تنوع التضاريس والمناخ والنبات الطبيعي، صار عندنا تنوع يعني اختلاف بالتضاريس والمناخ والنبات الطبيعي بسبب مساحة العراق اللي هي مساحة كبيرة. أما بالنسبة لشكل العراق فإذا يعني معنت النظر بالخارطة راح يكون شكل العراق قريبا من الشكل الدائري، كما أن وقوع العاصمة في وسطه السبب أعطى لهذه الشكل المتلاحم أفضلية ومزايا من الناحية الاقتصادية والسياسية. خلينا نعيدها، هذا تعليل، التعليل راح يجيني يقول لماذا أعطى شكل العراق شكل المتلاحم أفضلية أو للعراق أفضلية ومزايا من الناحية الاقتصادية والسياسية. السبب لأن شكل العراق يعود قريبا من الشكل الدائري، إضافة إلى أن العاصمة بغداد في وسطه، لأن العاصمة بغداد تقع في وسط العراق. زين، هذا اللي تحفظه من هذا الموضوع. نجي على أهمية موقع العراق بالنسبة إلى الوطن العربي والعالم. أول شيء الموقع الوطن العراق جغرافي مكانه مهمة بالنسبة لدول العالم. ليش؟ شنو السبب العراق موقعه؟ أول شيء تتمثل هذه الإمكانات بما يضمه من ثروات اقتصادية متنوعة وموقع جغرافي متميز، هذا واحد من الأسباب. السبب الآخر
فضلا عن إشرافه على القسم الشرقي من الدول العربية ضمن منطقة الهلال الخصيب التي تبدأ من الخليج العربي مرورا بالعراق وسوريا والأردن وفلسطين. هذه أهمية العراق بالنسبة إلى الوطن العربي وبالنسبة إلى العالم. أيضا أهمية أخرى موقعه الاستراتيجي، هاي من أهميته بالنسبة للعالم. أما بالنسبة إلى موقعه الاستراتيجي يمثل الجسر الرابط أو الجسر الأرضي الذي يوصل قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا ببعضها. زين، هذا واحد من أسباب الموقع العراق المهم، الموقع الاستراتيجي. أيضا فضلا عن كونه يقع عند أقصى الطرق البرية التي توصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط. زين، هذا أيضا من الأشياء المهمة. الشيء الآخر أهمية إلى بالنسبة لخطوط الطرق الجوية. الطرق الجوية أيضا مهم العراق بالنسبة لخطوط الطرق الجوية. هذا بالنسبة لأهمية العراق وموقع. يعني احنا العراق اول شيء له مكانه مهمه بين دول العالم بسبب انه ما ضم من ثروات اقتصاديه متنوعه وموقع جغرافي متميز، فضلا عن اشرافه على القسم الشرقي من الدول العربيه اللي هي ضمن منطقه الهلال الخصيب التي تبدا من الخليج العربي مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن. وايضا موقع استراتيجي مهم لانه الجسر الارضي الذي يوصل بين قارات العالم اسيا وافريقيا واوروبا، وكذلك يعد أقصر الطرق التي توصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، إضافة إلى أهميته بالنسبة للخطوط الطرق الجوية. عندنا أقسام سطح العراق اللي هي التضاريس. شنو أول شيء، شنو هي تعريف التضاريس؟ التضاريس هي الأشكال السطحية التي تتكون منها القشرة الأرضية من جبال وتلال وهضاب وسهول ووديان. هذا بالنسبة لتعريف أقسام سطح عفوا تعريف التضاريس. عندي تضاريس سطح العراق، احنا قلنا سطح العراق شبيه متنوع، فالشمال يختلف عن الجنوب، سطحه بالشمال يختلف عن الجنوب وبالشرق يختلف عن الغرب. وعلى الرغم من ذلك هذا الاختلاف نجد مساحات واسعة من العراق تتشابه في ترتيب سطحها إلى حد كبير، وإنها تنحدر بصورة تدريجية من الشمال إلى الجنوب. زين، يعني رغم هذا الاختلاف لكن اكو مساحات كبيره بالعراق هي متشابهه كما في الجنوب والشمال، يعني ماكو فرق. لهذا قسموا سطح العراق بهذا السبب الى 4 اقسام. عندنا اول شيء المنطقه الجبليه. المنطقه الجبليه ما يعادل مساحتها 6%، هاي مهمه تحفظها، من مساحه العراق الكليه. زين، تكون على شكل مساحه العراق الكليه هي 6%. المساحه المنطقة الجبلية تمتد على شكل هلال يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، هذا أيضا تحفظه لأن احتمال يجيك صح وخطأ أو فراغ. وعدي مناطق الجبال العالية الارتفاع ومناطق الجبال البسيطة الارتفاع. مناطق الجبال العالية الارتفاع اللي هي تحال الحدود السياسية بين تركيا من الشمال وإيران من الشمال الشرقي. عندي تركيا من الشمال وإيران من الشمال الشرقي. تتميز بكونها جبال التوائية وصخورها من النوع البركاني والمتحولة. زين، هاي الشيء الآخر، مناطق عالية الجبال. الشيء الآخر أيضا هذا كلما اتجهنا نحو الأقسام الشمالية والشرقية شبيهة ترتفع، يتدرج ارتفاعها كلما اتجهنا نحو الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية. أعلى قمة جبلية هي قمة جبل الكرد، وإذا جابلكم إياها تعريف هي أعلى قمة جبلية تقع في منطقة الجبال العالية الارتفاع، تبلغ ارتفاع 3600 فوق سطح البحر ضمن سلسلة جبال حصى رست الممتدة قرب الحدود العراقية الإيرانية، الممتدة قرب الحدود العراقية الإيرانية. الشيء الآخر عندنا جبل قنديل إذا جاء تعريفه، وجبل سيرميدان قرب الحدود العراقية التركية. إذا جاكم تعريف اتفق فقط أنه تقولون وهو من أحد الجبال، منطقة الجبال العالية الارتفاع اللي تكون جبال التوائية وصخورها من النوع البركاني والمتحولة، وتقع ضمن قرب الحدود العراقية التركية. الشيء الآخر عندي مناطق الجبال البسيطة الارتفاع.
هذه البسيطة الارتفاع ايش فيها تتميز هاي الجبال؟ بأنها كونها قليلة الارتفاع. من أهم جبالها جبال بخير وعقرة داف وحرير وبرنام. زين؟ وهذه يتراوح ارتفاعها بين 1400 إلى 2200 عن مستوى سطح البحر. أي تعريف يجيك من هذه التعاريف تقول وهي جبال قليلة الارتفاع تقع ضمن منطقة الجبال البسيطة الارتفاع وتتراوح قمتها بين 1400 إلى 2100 عن مستوى سطح البحر. زين. نجي بعد تتميز أيضا المنطقة الجبلية بكونها أحد مصادر المياه في وطننا العراق. هذا يجيني تعليل لماذا؟ نظرا لتراكم الثلوج على قمم الجبال ووفرة أمطارها التي تتجاوز 100 مليمتر سنويا، فضلا عن كونها تضم أهم الروافد المغذية لنهر دجلة. هاي من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة. أيضا عندي تضم المنطقة الجبلية سهل السندي زاخو في محافظة دهوك، وسهل شهرزور، وسهل رانيا في محافظة السليمانية. أيضا هذه تعد هذه السهول من أهم مناطق الزراعة والاستيطان، وتضم المنطقة عدد من الهضاب، هضبة بن جوين وبشدر وجوارته. دلني إذا جابلكم تعريف هي من السهول من الهضاب التي تنحصر بين المنطقة الجبلية في شمال العراق، وتعد من أهم مناطق الرعي والزراعة اللي هي الهضاب، لأن الهضاب الجبلي. عندي المنطقة شبه الجبلية المتموجة، المنطقة الثانية. هاي المنطقة تقع إلى الجنوب من المنطقة الجبلية، وتعد منطقة انتقالية بين السهول الواطئة الارتفاع في الجنوب وبين الجبال العالية في القسم في أقصى الشمال والشمال الشرقي من العراق. زين. تقدر مساحتها 67 ألف كيلومتر، أي 15% من مساحة العراق الكلية. زين. عندي هذه من أهم، تمتد أيضا على شكل هلال من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، تمتد على شكل، وهي من ما مرتفعة، يعني الارتفاع مالتها يكون قليل من 200 إلى 1000 متر تقريبا. عندي منها مناطق التلال اللي هي مثل ايش؟ تشكل هذه المنطقة الحدود الجنوبية للمنطقة شبه الجبلية، وتتألف من تلال لا يتجاوز ارتفاعها عن 1000 متر. وهذه عدة أمثلة عليها، فإذا جاب لي تعريف أعرف أقول وهي المنطقة تلال ضمن المنطقة الحدود الجنوبية لمنطقة شبه الجبلية ولا يتجاوز ارتفاع عن 1000 متر، وهن تلال حمرين، مكحول، مقلوب، قوانة داغ، كيلبات، ونفط داغ، وكاني، ودوملان. زين. نجي على الهضاب. الهضاب وهي أقل ارتفاعا تعريف وتموج من منطقة التلال، وقد قطعتها المياه الجارية وحفرت فيها وديانا عميقا. وتتكون الهضاب عادة من قسمين رئيسيين، تتكون من قسمين رئيسيين هي بين يفصل بينهما سهل أربيل، هما هضبة كركوك وهضبة الموصل، يا هو يفصل بيناتهم سهل أربيل، هضبة كركوك في الشرق وهضبة الموصل في الغرب. السهول هذه تنحصر معظم السهول في المنطقة المتموجة بين التلال ومنطقة الهضاب، والسبب انها تكونت، هاي مهمة، بفعل الترسيبات او الترسبات التي حملتها مياه الانهار، من اهم هاي السهول ها سهل الحويجة في محافظة كركوك، وسهل يبكى واربيل في محافظة اربيل. زين. عندي السهل الرسوبي ايش قد تبلغ مساحته؟ السهل الرسوبة عادة بضمنها مساحة الأهوار والبحيرات. زين؟ مساحته تقدر 24% من مساحة العراق الكلية. الشيء الآخر أنه يمتد على شكل مستطيل يبلغ طوله نحو 600 كيلومتر وعرض 205 سنتيمتر، العفو كيلومتر، ويمتد باتجاه شمال غربي جنوب شرقي. أما حدوده تنحصر منطقة شبه الجبلية شمالا، زاكروس شرقا، والهضبة الصحراوية غربا، والخليج العربي جنوبا. تقول قد تكون هذه السهول نتيجة للترسبات التي نقلتها مياه نهري دجلة والفرات. هذا واحدة من الأسباب اللي تكونت السهل الرسوبي. أيضا
الشيء الآخر الأنهار المنحدرة من المرتفعات الشرقية اللي هو نهر الكارون والكرخة وملأت الالتواء المقعر التي تشغله تلك المناطق، هاي واحدة من الأسباب اللي تسببت كوادم مثلنا السهول الرسوبية. أيضا يتميز السهول السهل الرسوبي بوجود بقلة انحداره وانبساطه، معظم أراضي ما يتجاوز عن الارتفاع عن 100 متر زين عند الحدود الجنوبية، بينما في المنطقة شبه الجبلية الأمر الذي أدى عند المنطقة شبه الجبلية أمر أدى إلى صعوبة تصريف المياه على سطحه. هذا السبب لأنه قلة الحدارة ببساطة، فصعب أنه يصرف تصريف المياه على سطحه. أيضا وجود الأهوال والمستنقعات وهي مسطحات مائية تغطي الأرض الأراضي المنخفضة الواقعة في الأقسام الوسطى والجنوبية من هذا السهل، قد تزيد مساحتها عن 200,000 كيلومتر وتكون على شكل مثلث تمثل مدن العمارة والناصرية والبصرة رؤوسه الثلاث. زين عندي شيء مهم هنا، الأهوار أهمية كبيرة في جنوب العراق خلال فصل الصيف، هاي مهمة يمكن عدها خزانات طبيعية للمياه فضلا عن أهميتها لدرء أخطار الفيضانات. ثانيا إمكانية استخدامها للأغراض الزراعية لا سيما زراعة المحاصيل الحبوب. الشيء الثالث تضم العديد من الثروات الطبيعية والنباتية كالقصب والبردي، وتربى فيها أنواع عديدة متنوعة من الثروات الحيوانية كالأسماك والطيور والماشية. أهميتها السياحية الطبيعية نظرا لجمال طبيعتها إلى ما توفرت المستلزمات الضرورية لإنجاحها كشبكة الطرق وإنشاء دور الاستراحة والفنادق. عند الهضبة الصحراوية المنطقة الرابعة تشغل حوالي 55% من مساحة العراق، يعني 270,000 كيلومتر مربع. هذه المنطقة تعد امتدادا للمن لبادية الشام وهضبة الجزيرة العربية، يحدها من الشمال المنطقة شبه الجبلية ومن الغرب والجنوب الحدود السياسية بين العراق وسوريا والأردن والكويت. أيضا الشيء من الشرق يحدها منه السهل الرسوبي، ويتصف سطحها سطح الهضبة شبيه بكونه متوج يتراوح ارتفاعه من 300 إلى 900 متر، وتتدرج أراضي المنطقة الصحراوية بالارتفاع كلما اتجهنا نحو الغرب والشمال الغربي. الشيء الآخر يتسم سطح الهضبة بسيادة التلال والحصى والكثبان الرملية، هاي مهمة قد يجيني فراغ صح وخطأ، سيادة شنو التلال والحصى والكثبان الرملية، فضلا عن كونها تضم عدد كبير من الوديان مثل وادي حوران والأبيض والخرف، كما يتميز سطحها بوجود العديد من المنخفضات كالحبانية والرزازة ومنخفض الثرثار الذي يعد من أهم البحيرات الخزانية. خزنية يبلغ طولها حوالي 300 كيلومتر وعرضها 45 كيلومتر، هذا اللي هو بحيرة الرزازة أو المنخفض التفتاح. تتميز أيضا منطقة بفقر غطائها النباتي، السبب علل ليش؟ بسبب نظرا لسيادة السبب بسبب سيادة ظروف الجفاف، الأمر الذي جعلها معرضة لعوامل التعرية الشديدة كالنحت والإرسال، فتعمل الرياح والمياه الجارية على تنوع مظاهر صخرها باستمرار بسبب الجفاف، يعني قلة الأمطار، والمنطقة الصحراوية مثل ما تعرفون فيها أمطار قليلة، فتسبب معرضة لعوامل التعرية اللي هي تسبب دائما تغيير في تنوع مظاهر سطحها. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في الفصل الأول وملخص الفصل الأول بمادة اجتماعيات للصف الثالث المتوسط. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإحنا مستمرين وياكم في شرح بقية الدروس إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.